انضم إلينا مباشرة من نيويورك المحلل السياسي سيد أحمد فتحي. أهلا بك سيد فتحي. يعني دعوة فرنسا لاجتماع في مجلس الأمن. أهلا بك. دعوة فرنسا لاجتماع في مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا بغياب وزراء خارجية العديد من الأعضاء الدائمين فيه، ما أهميته؟ ماذا يمكن أن يقدم فعليا؟ مساء هذا اليوم عقد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيج مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، وكان محور الحديث هو عن الشق الإنساني في الأزمة السورية. نحن لدينا أزمة لاجئين متصاعدة، لدينا حوالي ما يقترب من 200 ألف لاجئ خارج حدود سوريا، مليون لاجئ داخل الأراضي السورية، 25 قتيل، ما يقترب من ربع مليون جريح. فالوضع الإنساني في سوريا وعلى حدودها يستدعي التدخل الفوري قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية، بالإضافة للوضع الكارثي على الساحة الداخلية والسياسي المتفجر والغير الذي لا ينذر بقرب حلوله قريبا. طيب ماذا يمكن أن يفعل؟ نعم، ولكن هناك انقسام كبير أيضا، وأكده أحمد داود أوغلو إزاء الوضع الإنساني في سوريا. ماذا يمكن أن ينجز يعني فعليا؟ المزيد من الأموال هو المطلوب حاليا. الدول المتبرعة لم تستطع أن تغطي أكثر من 50% من الأموال التي يحتاجوها لمواجهة الوضع الإنساني المتفجر في سوريا. والنظام السوري لا يتعاون ولا يسمح لقوافل الإغاثة الإنسانية بالدخول. ونتذكر ما حدث مع فاليري إيمس المفوضة أو مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية. هنا يجب أن نتوقف ونأخذ نقطة نظام. يجب أن نفرق بين الصراع السياسي العسكري القائم بين المعارضة ونظام الرئيس بشار الأسد، وبين الاحتياجات الإنسانية للشعب. طيب، السوري هنا عندي سؤال لك. بالزبط. يعني تحت عنوان الحالة الإنسانية سيد فضلي. فتحي، تحت عنوان الحالة الإنسانية المذرية في سوريا وكيفية المساعدة لتحسينها، يتم الحديث عن مناطق عازلة لحماية المدنيين، حتى أن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أنها غير ممكنة من غير حظر جوي. يعني هل يفهم بذلك أن العنوان إنساني لكن أبعاده تلوح إلى تدخل عسكري مثلا؟ أنا لست من محبذين التدخل العسكري. اختيار التدخل العسكري يعني بيأتي ويذهب، وفي بعض الأوقات نعتقد أنه من الممكن حدوثه، وفي أوقات أخرى لا نعتقد أنه من الممكن حدوثه. بلا شك إقامة منطقة حظر جوي ستساهم في تهدئة الوضع قليلا، ولكن يجب يعني، وهذا أيضا ذكره السيد لوران فابيوس اليوم، أن على موردي الأسلحة للطرفين يجب عليهم أن يتوقفوا، لأنهم لا يساعدوا في حل المشكلة ولكن يساعدوا في توسعها. وهذا لا أعتقد حتى أن يعني لا طرف النظام السوري ولا طرف المعارضة سيستمع، ولا طرف داعميهم بالأسلحة سيستمع إليهم. فنحن فعلا أمام إشكالية أخلاقية. أنا شخصيا يعني منحاز للشق الإنساني، لأن المعارضة السورية لم تبدي موقف موحد حتى الآن. بعض المصادر الدبلوماسية تقول أنه حتى لو تنحى الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، فلا يوجد معارضة مستعدة لتولي مسؤولية الحكم. وأنا أوجه سؤالي يعني عن طريق روسيا اليوم للطرفين، يجب أن يتم وقف فوري إطلاق النار، وأن ندخل في عملية مفاوضات سياسية بهدف الخروج من هذه الأزمة. وحتى الآن لم يستطع لا النظام ولا المعارضة ولا المجتمع الدولي أن يصلوا إلى هذه النقطة. نعم. طيب، المبادرة الإيرانية طرحت في قمة عدم الانحياز وتقضي بتشكيل مجموعة اتصال للأزمة السورية تتضمن
إيران، مصر وفنزويلا. يعني سيد فتحي، كيف تقرأ الجمع بين إيران ومصر لإيجاد حل لملف تختلف إيران فيه تحاول مواقفهما أن بالكامل؟ إيران هي محاولة، هي ليست أكثر من فرقعة إعلامية للحصول على وقت إضافي على القنوات ونشرات الأخبار. إيران تعلم جيدا أنها طرف مرفوض من القوى الفاعلة في العالم، سواء على جانب الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى على جانب مصر. خطاب الرئيس المصري محمد مرسي صباح اليوم في طهران أمام قمة عدم الانحياز أوضح أين تقف مصر كحكومة وكشعب، وهو يعني نال استحسان حتى أقصى معارضين محمد مرسي، الرئيس محمد مرسي لقى استحسانهم لأنه يعبر عن موقف الشعب المصري وثوابت من الثوابت الخارجية للسياسة المصرية. فهذا شق. إيران هي جزء من المشكلة بكل أسف، ولن تستطيع أن تحصل على مقعد على الطاولة في نقاش حول سوريا. هي كانت محاولة في مؤتمر القمة الإسلامي أن يحدث نوع من الحوار مع إيران في محاولة إحداث تغير في الموقف، ولكني بكل صراحة لست متفائل من المساهمة الإيرانية. أنا أعلم جيدا أن إيران لن يكون وسيطا نزيه في هذه المشكلة، ولكننا نخرج من ويتم تمييع المشكلة السورية والأزمة السورية بتشكيل لجان اتصال ولجان منبثقة عن اللجان إلى آخره، ولا نصل إلى نتيجة فعلية على الأرض، فهي بالتالي مرفوضة. شكرا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. شكرا أستاذة كارن. شكرا.